بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائنا الطلاب أجمل ترحيب في مختبر الميديكال فيزيكس طلاب المرحلة الأولى ضمن سلسلة محاضرات مادة العملي. تجربتنا اليوم بعنوان Measurement of Blood Pressure by Using Sphygmomanometer and Stethoscope. محاضرة اليوم راح نتعرف على بعض المفاهيم البسيطة، ما هو البلاد بريشر وما هي أنواعه، ما هي مكونات جهاز السفيجمومانيميتر وكيف يعمل فيزيائيا، وسنتعرف على بعض أنواع الأجهزة المستخدمة لقياس البلاد بريشر، وأخيرا لازم نعرف كيف نقيس ضغط الدم وما هو الأرس اللي لازم نتجنبه حتى يكون قياسنا بشكل صحيح. Introduction. في البداية وقبل لا ندخل في البلاد بريشر، لابد من معرفة ما هو الضغط بصورة عامة. البريشر is the perpendicular force per unit area. ممكن المادة تكون بحالة solid، ممكن بحالة liquid or gas. الضغط في solid يكون مختلف، يمثل القوة العمودية المسلطة على وحدة المساحة ويتناسب تناسب طردي مع الفورس، inversely مع الاريا حسب العلاقة اللي نشوفها اللي هي P يساوي F على A. ال F تمثل الفورس وال A تمثل الاريا، ويقاس بوحدة النيوتن على المتر تربيع اللي هي تمثل باسكال. بالليكويد يمثل ضغط ارتفاع عمود السائل وحسب علاقة اللي هي ال P يساوي رو جي اتش. الرو تمثل ال density of the liquid وال جي acceleration gravity وال اتش يمثل liquid column. بالغاز يمثل الضغط المسلط بواسطة جزيئات الغاز على جدران الكونتينر. اللي يهمنا احنا بهاي التجربة هو liquid pressure على اعتبار البلاد هو liquid. البلاد بريشر is the pressure exerted by the blood upon the wall of the blood vessels. هو الضغط الذي يسلطه الدم على الفاسكولار وول سواء كانت arteries أو capillaries أو veins. ينتج هذا الضغط من خلال قوة ضخ القلب للدم في الشرايين. ال heart of the human عبارة عن عضلة كبيرة يدفع الأكسيد بلاد القادم من الرئة إلى الجسم عبر الأرتريز، ويسحب النون أكسيد بلاد من الجسم ويدفعه إلى الرئة عبر الفينز بشكل منتظم ما بين انقباض contraction وانبساط relaxation. حالة الكونتراكشن يسلط الضغط على الأرتريز نسميه systolic pressure، وهذا يؤدي إلى توسع جدران الشرايين لاستيعاب كمية الدم القادمة. في حالة الريلاكسيشن تنبسط عضلة القلب ويؤدي إلى انبساط جدران الشرايين، وبالتالي الضغط الموجود داخلها نسميه دايستوليك بريشر. هذا المخطط يوضح اختلاف الضغط بشقيه السيستوليك والدايستوليك داخل القلب، وكذلك في باقي أجزاء السيركولاتوري سيستم. المحور Y يمثل البريشر بوحدة مليمتر أجي، يبدي من العشرين ينتهي للمئة وعشرين، أو يبدي من الصفر ينتهي بالمئة وعشرين. أول جزء الناقشة اللي هو Left Ventricle البطين الأيسر، لاحظ بأنه السيستوليك يكون بمئة وعشرين بينما لا يوجد دايستوليك. بعدها الأرتريز اللي هي الشرايين الكبيرة، السيستوليك بريشر يكون 120 مليمتر أجي، الدايستوليك 80 مليمتر أجي. الفرق بيناتهم يمثل البالس بريشر. نلاحظ بأنه يبدي الضغط يقل بالأرتريالز اللي هي الشرايين الصغيرة، ويبدي يختفي البالس بريشر وين بالكابيلاريز، والضغط يبدي ينخفض من 40 إلى 20، بعدها بالفينس اللي هي الأوردة، آخر شيء يبدي يكون يكاد يكون صفر بالرايت اتريوم اللي هو الأذين الأيمن. إحنا اللي يهمنا نقيس الضغط للأرتريز
اللي هي السيستوليك يمثل 120 والدايستوليك يمثل 80، هذا بال typical human. Importance of measurement blood pressure. بصورة عامة ضغط الدم مهم لإيصال الدم إلى كافة أنحاء الجسم، وأنت كطبيب مهم جدا أن تعرف تقيس ضغط الدم، لأن يعني من خلاله تستطيع أن تشخص حالة البيشنت. قياس ضغط الدم مهم لأن عليه يعتمد القرار الذي يتخذه الطبيب لمريضه. Component of sphygmomanometer. مكونات جهاز السفيغمومانوميتر، أول جزء اللي هو الكمبريسنج اللي من خلاله نبدي نسلط الضغط، مكون من جزئين اللي هو الاير بالب، هذا الجزء اللي من خلاله نسلط الضغط، والاير بالب اللي هو المفتاح الفتح والغلق، يبدي ينتقل الهواء المسلط من خلال هذه الأنبوبة المن للجزء الثاني اللي هو الكف. كف عبارة عن كيس من الهواء قابل للنفخ يلتف حول الذراع، ومتصل أنبوبة إلى جهاز المانوميتر اللي هو عبارة عن أنبوبة على شكل حرف U، داخلها حجرة مملوءة بالزئبق، أما الجزء الآخر فمتصل مسطرة مدرجة بادية من الصفر إلى تدريجات معينة إلى 300 تقريبا مليمتر أجي. أما الجزء الأخير اللي نستعين به في سماع البالس اللي هو الستيثوسكوب، اللي هو السماعة المعروفة اللي يستخدمها الطبيب. أنواع الأجهزة اللي نستخدمها لقياس الضغط، النوع الأول اللي احنا تعرفنا عليه الزئبقي السفيغمومانوميتر، أما النوع الآخر اللي هو أبو الساعة أو نسميه الهيدروليك، أما النوع الآخر اللي هو الإلكتروني. أفضل أنواع الأجهزة من حيث الدقة اللي هو جهاز السفيغمومانوميتر الزئبقي. هذا شكل مبسط يوضح جهاز المانوميتر. فعندنا مجموع الضغوط اللي بجهة الليفت يساوي مجموع الضغوط اللي بجهة الرايت. بجهة الليفت عندنا يا ضغط يا ضغط. أول ضغط اللي هو الأبسوليوت بريشر، والضغط الثاني اللي هو ارتفاع عمود الزئبق من جهة الليفت. فارتفاع عمود الزئبق أو ضغط السائل يمثل رو جي اتش، بس يا اتش خلي نرمز لها، أو الارتفاع من جهة الليفت نرمز لها اتش 1، فيصير عندنا بي ابسوليوت بريشر زائد رو جي اتش 1. عندنا الجهة أو جهة الرايت الضغط الموجود اللي هو الضغط الجوي الاعتبار الأنبوبة مفتوحة للأعلى، فبرجر أوف أتوم ضغط الجوي. عندنا الضغط الثاني اللي هو ارتفاع عمود الزئبق بجهة الرايت فيمثل رو جي اتش 2، طبعا الاتش 2 من هاي النقطة إلى هاي النقطة. نبدي نرتب المعادلة، نحول الـ P أتوم إلى الجهة الأخرى، والـ Rho G H1 نحولها للجهة الثانية، فصار عندنا P ناقص P أتوم يساوي Rho G H2 ناقص Rho G H1. نطلع الـ Rho G عامل مشترك، فيبقى عندنا H2 ناقص H1. ال H2 ناقص H1 نمثلها دلتا H، فعندنا ال P ناقص P أتوم يمثل جيتش بريشر، ال Rho G تنزل نفسها والدلتا H، فالجيتش بريشر يساوي Rho G دلتا H.
طبعا دلتا اتش يمثل من هاي النقطة الى هاي النقطة اللي احنا نقيسها من خلال جهاز المانوميتر او جهاز الاسفجمو مانوميتر. فجهاز الاسفجمو مانوميتر الصفر مالته يبدي من هاي النقطة. فوين يوصل الزئبق؟ لان احنا ناخذ القراءة مثلا من هاي النقطة، فهاي القراءة تمثل الدلتا اتش. فالقراءة بجهاز الاسفجمو مانوميتر تمثل الدلتا اتش. Method of measuring blood pressure. أول نقطة حتى نقيس ضغط الدم لابد من تحديد البراكيال أرتري من خلال سماعة الستيثوسكوب، وممكن أن نختار البراكيال أرتري من خلال الليفت آرم أو الرايت آرم. بعدها نلف حزام الكاف حول الذراع ونخلي سماعة الستيثوسكوب على البراكيال أرتري. لازم نتأكد قبل لا نلف الكاف بأنه الكاف مفرغ من الهواء جيدا. نبدي نسلط ضغط من خلال الإيرباط، ضغط مقداره 180 فرضا إلى أن ينقطع جريان الدم من خلال انقطاع صوت النبض بالستيثوسكوب. بعد ما ينقطع جريان الدم نبدي نفتح الاير فالف، يبدي يسرب الهواء او الضغط يبدي يقل تدريجيا الى ان يبدي جريان الدم بالذراع بالسريان، فراح نسمع اول نبضة. فنباوع احنا على عمود الزئبق، اول نبضة عندها ارتفاع فرضا على 120 راح نقول هاي السيستوليك بريشر. يبدي النبض يستمر 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 الى ان ينقطع او يختفي الصوت مال النبض، فينباوع على عمود الزئبق وين وصل الارتفاع فرضا على 70 نقول هذا دايستوليك برجر. Errors and accuracy. حتى نقيس ضغط الدم بشكل دقيق وبعيد عن الاخطاء لابد من مراعاة عدة نقاط، اهمها ان يكون جهاز الاسفجمو مانوميتر والذراع والجسم بمستوى واحد حتى يكون هناك توازن بالضغوط. النقطة الأخرى لازم نتأكد من تفريغ الكف من الهواء بشكل كامل قبل إجراء أي فحص لضغط الدم. النقطة الأخرى لازم نغلق حجرة الزئبق بعد الانتهاء من الفحص لضمان عدم دخول الفقاعات إلى داخل عمود الزئبق، وبالتالي راح تكون القراءة غير دقيقة. إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. أي أحد عنده سؤال أو استفسار يقدرون تستفسرون من خلال الأسبوع القادم أثناء إجراء التجربة العملي بالمختبر. نشكر حسن إصغائكم.